طبعا هيئة الشرق السابع اعتادت على دعم الكاتب المبدع الإماراتي من خلال ندوات المحاضرات، واليوم كان عندنا ندوة محاضرة ملهمة بيننا، حاولنا نسلط الضوء على بعض الشباب الإماراتيين من خلال هذه الندوة. طبعا الهيئة أيضا هاي بداية انطلاقة فعاليات معرض الشرق الدولي للكتاب، إن شاء الله بعد خلال أيام قليلة إن شاء الله راح نستقبل فعاليات أكثر ومحاضرات وندوات أكثر ما يزيد على 1600 محاضرة. ندوة اليوم كانت عن التراث الإماراتي وعن التاريخ الإماراتي، كان الجمهور طيب الحمد لله، زاد عن يمكن 200 شخص حضروا هذه الندوة، وهذا كان الغرض منا أن نوصل هذه المعلومات للجمهور في مدينة خرفكان وبشكل عام في إمارة الشارقة.